السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فريق قطر الخيرية من المغرب طبعا يواصل تقديم يد العون لإخواننا في المغرب. مثل ما تشوفون الآن وصلت البطانيات، وبإذن الله بيتم توصيلها أو إيصالها إلى الأسر المتضررة في مختلف المناطق. مثل ما تشوفون معي الآن احنا متواجدين في منطقة بين الجبال، الوصول إليها جدا صعب، وتقريبا خذ 6 ساعات أو 7 ساعات طريق لين نصل لهذه المنطقة. بنحاول كثر ما نقدر إن شاء الله إيصال المساعدات بشكل عاجل لكل المتضررين، سواء من بطانيات، من خيام، من مستلزمات طبية وصحية، وبإذن الله أنها توصل لهم في أقرب وقت. وتأكدوا دامنا إحنا موجودين وبمساعدتكم إن شاء الله، بوقفتكم مع أخواننا في المغرب، نقدر بإذن الله نوصل كل الاحتياجات. مستمرين في الوقوف مع أخواننا وأكيد متضامنين مع أهل المغرب. وصلت قافلة قطر الخيرية محملة بأبرز الاحتياجات للمناطق المتضررة مثل المستلزمات الصحية، الخيام والبطانيات. احنا بدورنا نشرف على عملية التوزيع ونتأكد انها وصلت لكل العوائل في هذه المنطقة. السلام عليكم. الله يجزيكم بخير. الناس ديال شتو الحال كي دايره؟ الله يجزيكم بخير. كل الناس راه خرجوا للزنقة، الناس كيعرفوا في القيطن. الناس الحمد لله راه جاوا من برا، جاوا من المغرب، عطا الله الخير. المونة موجودة، الطيارة اسبيتو الفراش موجود، الحمد لله. الله يجزيكم بخير، الله يكثر خيركم. ما نقول الله، الله يكتب أجركم، وشكرا لكم على وقفتكم.